سأحاول. لكن نبدأ مع منحوتة تمثل سمكة التونة. طبعا الثروة البحرية هي أمر بالغ الأهمية في جزر سليمان. هذه المنحوتة تستخدم يعني ما يميزها أن تجمع بين الخشب وبين استخدام بعض من يعني أعضاء سمكة التونة، وذلك احتراما لهذه السمكة وفقا للمعتقدات التقليدية. بعض عظام السمكة مستخدمة في صناعتها، وأيضا الأصداف التي تلعب دورا كبيرا في الاقتصاد التقليدي لجزر سليمان. فالأصداف كانت تستخدم للزينة، للعلاج، وأيضا للتبادلات الاقتصادية. فهنا نرى زينة تستخدم في الأعراس وتقدم كمهور عند الزواج، وهناك يعني أصداف بأحجام كبيرة جدا في جزر سليمان. نراها هنا تستعمل، مثلا هذه صدفة أبو قرن، هي صدفة فعلا هائلة الحجم، منحوتة وتستخدم كعملة، كانت يعني تسود في المعاملات التجارية في هذه الجزر منذ القديم. بالإضافة للأصداف هناك المنحوتات الخشبية، فالأخشاب يعني تشكل 65% من صادرات هذه الجزر، مما يعني أن هناك ربطا كبيرا بين اقتصاد. هي أمور يجب يعني استغلالها بشكل مدروس. خشبية جميلة، هو تقول بعنوان اللاوة، وهي نفس المقاطعة التي تشتهر بالنحت على الخشب، والتي الآن أود أن أعزف على هذه الطبول، ولكن هناك Can I borrow one of them? يعني تعتمد داخل هذه الأنابيب عن ربما هو الأفضل أن يقوم بها بنفسه. إذن هو نوع من الطبول، هذا النوع لا يعتمد على الجلود، بل هي يعني هو مرور الهواء هو ما يصدر الصوت. يمكن أن نرى هنا مثلا ونرى ذلك معبرا عنه في لوحة. هناك نماذج أصغر ممكن أن يتم العزف عليها كأنواع آلات موسيقية هوائية. نختم إذن مع هذا التمثال الجميل الذي يعتقد أنه يكسب النساء خصوبة، فمن تلمسه تستطيع أن تحمل لتنجب ولدا يساهم في الاقتصاد، في تنمية اقتصاد جزر سليمان، التي تود أن تجمع بين واردات السياحة وبين مخططات اقتصادية محكمة تقود البلاد نحو نمو اقتصادي بالغ الأهمية في الفترة القادمة.